دراسات كتير أكدت أنه الصيام يزيد من الخصوبة لدى الزوجين سواء الرجل أو المرأة، حيث أكدت هذه الدراسات أن الصيام يحسن من جودة الحيوانات المنوية لدى الرجل، وأيضا يساهم في تنظيم الهرمونات لدى السيدة. أيضا الصيام يساهم بشكل كبير في تحسين وتنظيم الهرمونات لدى السيدة، وذلك بتحسين عمل الكبد بتخليصه من السموم والهرمونات الزائدة. الصيام أيضا فرصة رائعة للسيدات اللواتي يعانين من متلازمة المبيض عديد الكيسات، حيث يساهم في التقليل من نسبة مقاومة الأنسولين لديهن، وبالتالي يحسن الإنجاب وفرص الحمل بشكل كبير. الرياضة المنتظمة مع الغذاء المتوازن والصيام يساهم بشكل كبير في الصحة بشكل عام، ويعزز المناعة ويحسن من الصحة النفسية والصحة الإنجابية بشكل كبير.